هو ليس يعني هذا ليس دور مصر اصلا. مصر المفروض تكون داعم استراتيجي لقطاع غزة بالماء بالسلاح والى اخره، لكن هذا مصر هذا يعني ادوار هامشيه. اها يعني مصر لا تجرؤ ان تقدم، يعني مصر مصر تريد نقل الكهرباء من مصر الى العراق، بس غزة بجنبك مش قادر تنقل الكهرباء، والى لبنان حتى ولا تدخل لبنان، غزة على الحدود. فيعني الدور المصري ليس هذا ليس دور مصر. اذا قلنا دور مصر دوله بحجم مصر يجب ان يكون دورها مختلف اكبر بكثير. يعني هذا الذي نشاهده محاوله لان يكون محاوله يعني للاسف الشديد لا تتناسب مع يعني مع دوله بحجم مصر ومكانه مصر التي يجب ان تكون عليها. يعني يعني اذا احنا وضعنا مصر بموقعها الجغرافي وقدرتها السكانيه وجيشها وقدراتها، لا مصر اكبر من هيك. يعني بتقديرك هنا بعد لقاء بنت بالسيسي يمكن ان نشهد اختراقات في ملفات فلسطينيه مهمه؟ ليست اختراقات، يعني هي يعني صفقه تبادل. لا 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 يعني لا اعتقد انها صفقه قريبه، يعني صفقه تبادل اعتقد ان سيكون هناك تهدئه على جبهه غزه يعني، وحدث قبل هيك يعني تهدئات بعد حرب 2000. رغم التنكيل الحاصل بالأسرى والضغوط في الضفة الغربية المحتلة هي والانتهاكات يعني الآن هناك، يعني كان مسعى قبل موضوع الهروب من الأسرى كان سعي لنفتلي بنت بالتهدئة على الجبهات على جبهتي الضفة الغربية وقطاع غزة، وشهدنا كيف اجتمع وزير الدفاع الإسرائيلي مع الرئيس محمود عباس ووعدوا بتقديم حزم مساعدات اقتصادية وقرض 500 مليون دولار وتسهيلات ومثل هذا الأمر. كل هذا كان في سياق تحفيز السلطة من أجل ضبط الحالة الأمنية في الضفة الغربية. لكن أقول لك شغل واحد، يعني الوضع في فلسطين يعني لا يمكن ضبطه إطلاقا. يعني مثل واحد بكون عازم المعازيم والقدر على النار بيستنوا الناس، لكن بيجي واحد من خارج بيجري بيدفع القدر برجله، لا حد بوكل ولا حد بيستفيد. اها الكل بحضر الكل بيشتغل، لكن بيجي واحد مالوش في الطوش كله بقلب الطبخه. كما وهذا اللي حدث قبل ايام، انه الاسرى فاجئوا الجميع، كانت الامور تسير باتجاه التهدئات وخفض التوتر، وجاء موضوع الاسرى قلب الميزان. وهذا الامر في منطقه مثل قطاع غزه طالما عوامل التوتر موجوده ولم يتم سحبها من اصله، يعني وبالتالي يعني يجب ان تضع يدك على قلبك ان كل ساعه ممكن ان يحدث حدث لا احد يتوقعه.